يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص انتقل إلى مسكن جديد ولم يجتهد في معرفة القبلة، وبعد يوم وجد أنها منحرفة بمقدار 45 درجة، فهل يعيد صلاته أم لا؟ بلا شك يعيد الصلاة، لأنه صلى إلى غير اتجاه القبلة، وبإمكانه أن يسأل جيرانه ويشوف المساجد والمحاريب، فليس له عذر. نعم انت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.